ليه سميتها بي ريدي؟ بي ريدي لأنه كتير مهم إحنا كبشر نكون جاهزين لأي ضربات ممكن تجينا، نكون جاهزين لأي نزول لأي طلوع، نكون جاهزين للطلوع كمان. كتير ناس بتحسوا إن إحنا بس لازم نحضر للنزول، دائما لازم نحضر لليوم الأسود، دائما لازم نحضر للأيام الممطر ممكن نمطر فيها، الرينبو راح، الشمس راحت، الورود راحت. لا، كمان بدنا نحضر للأيام المنيحة، بدنا نكون ريدي لكل خطوة حاسبينها صح. مين هون حضر مسلسل ماني هايست؟ اكتبوا لي اياه بالشات اللي حضر ماني هايست. مين فان؟ انا فان ماني هايست ماني هايست ماني هايست. كثير ناس عم تبعت لي دايركت بس مش شايفين المسجز انتو، بس ما انا مدمن هذا ماني. ضايل لي ثلاث حلقات اني اخلصهم. بلا تشاو بلا تشاو. ماني هايست ماني هايست واي شيء ممكن تشوفوه بالدنيا، بس هلا لانه عم نحكي عن ماني هايست. ماني هايست اللي ما حضره هو مسلسل عن مش هحرق لكم اياه لانه بنصحكم كثير انكم تحضروه، كثير حلو. بس المسلسل مكون من خمس اجزاء وبيكون في كذا سرقه على مستوى كثير كبير، بيروحوا بسرقوا متحف او بسرقوا كل ذهب بلد، كل ذهب اسبانيا، او بيروحوا بدخلوا على مطبعه مصاري وبطبعوا بلايين 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 من 4 بليون دولار، تمام؟ والمسلسل كله على خطتهم كيف دخلوا وانحبسوا فيه للمتحف او انحبسوا فيه للبنك لمده ايام اذا مش اسبوع، والشرطه برا والجيش برا ومش عارفين يفوتوا. في بلان يعني خطير عم بصير. بس حكيت كلمه اللي هي البلان، البلانينج. بلانينج من اهم الاشياء. This is why I say be ready. Be ready بدايه قبل ما ادخل على الاشياء السوبرناتشرال بتخلينا احنا سوبر هيروز او بتخلينا سولجرز، خلينا نحكي عن كيف نكون احنا متوازنين او موازيين مع اهداف الشركه واهداف المنظمه. اهداف المنظمه، اهداف الشركه، الفاليوز تبعون جيم تشينجرز او اي جينيوس ككل، الليدر اللي سجلته مع او معها الفاليوز تاعونها موازية للفاليوز تاعونكم. This is why الدنيا جذبتكم لهاي الاوبرتونيتي، تمام؟ الفاليو اللي عم بحكي عنه انه كل شيء game changers كمنظمة احنا منسويه مع بعض، كل شيء منآمن فيه ومنفكر فيه ومقتنعين انه هو حقيقة في الدنيا بيمثلني، ولهيك اخترت اني اكون انا من مؤسسين هاي المنظمة. كل واحد فيكم هون مؤسس لهاي المنظمة. أي حدا ساهم بوجودكم على هاي المكالمة بس، أو وجودكم بس بالسيستم مساهمين بالجروب شات، أنتم من منظمين، من الفاوندرز تاعون هاي المنظمة. إحنا بحاجتكم وأنتم بحاجتنا، فهي علاقة متبادلة. الفاليوز اللي موجودة عنا إياها بGame Changers بتمثلني، وأهم من هيك أنا بدي أمثلها صح. أنا بدي أمثل هاي الـ values، الـ beliefs، الأشياء اللي إحنا كمنظمة بنآمن فيها صح، تمام؟ إذا إحنا بنآمن إحنا بدنا نساعد كل الدنيا يعملوا إعادة تعليم وإعادة برمجة لطريقة تفكيرهم بالمصاري والصحة المالية والحرية والاستقلال المادي والوقت كمان، time is money. فهاي إيمان الشركة، فأنا كمان بدي أمثل هذا الشيء بالطريقة اللي بدي أطلع فيها على هاي المكالمة، اللي بدي الطريقة اللي بدي أظهر فيها قدام أصحابي، قدام عيلتي، قدام المجتمع، قدام كل حدا. الطريقة اللي أنا بظهر فيها هي بتمثل كل بليفس الشركة. وهم من هيك، إذا أنت ليدر أو أنت ليدر، إذا أنت ليدر، فإحنا بدنا نكون عارفين إنه إحنا كليدرز ناخد أول خطوة، وعادة لو اجت ضربة بناخد اول ضربة، تمام؟ والتيم اللي بده يلحق ورانا ويمشي معانا، فهذا التيم كمان بدنا نكون احنا بده يكون متقمص من الكاركترستكس اللي عنا اياها، الصفات اللي عنا اياها كليدرز، وبدهم يمشوا بهذا الطريق. فلهذا السبب لما احكي بي الايند، حاولت قد ما بقدر اني اترجمها الكلمة هاي بي الايند، طلعت لي جوجل حكى لي تتماشى. تتماشى مع مين؟ والله ما بعرف. فأنا بدي أحكي لكم كون موازي. لو بدي أطلع for example على خسوف الشمس أو القمر، خسوف إيش بيكون صار بالضبط؟ الكوكب صار موازي مع القمر، اللي صار موازي مع محاذي أو متوافق مع، yes متوافق مع، thank you فرح، متوافق مع، على نفس المستوى يعني، على نفس الخط مع الشمس والقمر والكوكب. وبدي اياكم تفكروا فيها على طريقه باقي الكواكب.
aligned. وإذا صار في هذا الالايننج اللي صار، الخط الواحد اللي صار بالفيجن تاعتنا وبأفكارنا، مش عقلي لا منظ... للأبلاين تبعي، للسايد لاينز تاعوني، للداون لاينز تاعوني، للمنظمة كلها، لأي جينيوس والفاوندر تبع الشركة، كلنا على نفس المستوى ماشيين، ماشيين مع بعض بنفس الأفكار. بتعرفوا قديه قوة عنا إياها، قديه باور عنا إياها، قديه طاقة عنا إياها، نقدر نستغلها كلها مع بعض. فعلا بدي اياكم تعيشوا بفيلم، كان كانه في هلا سايد، في انيميشن وفي افكت وفي انرجي حواليكم، سوبر باور. غصب عن الدنيا كلها لو مشينا كلنا بخط مستقيم وعقلنا متطابق مع كل عقول التيم، اكيد حيصير في اختلافات، اكيد حيصير في مشاكل، اكيد في اختلاف اراء، بس بتضلها المشن وحده، بضل الفيجن واحد. تمام؟ فهذا الأصدياء بي aligned، وإحنا منمثل الشركة والشركة نفسها بتمثلنا، فلهيك التيم وورك والكولابريشن جدا 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 مهم. بدي أحضركم لشغلات ممكن تصير بحياتكم والبزنس، اللي ممكن يصير بهذا البزنس أو برا البزنس. الحوادث ممكن تصير، تمام؟ الفيجن موجودة والفاليوز موجودين والأهداف موجودين، وفعلاً عم نشوف قصص نجاح ما بتشوفوها برا الشركة هاي، ما بتشوفوها بالعالم الحقيقي، ما بتشوفوها بعالم الموظفين، بتشوفوها بس بعد عناء وتعب وشقة طويل. إحنا عملنا شو بالعشرينات، وحتى في ناس قالوا عندهم success stories، وعم برجعوا بعيدوا تعليم الأساس تبع بيتهم وعائلتهم. بس الأشياء اللي منواجهها بحياتنا حوادث. For example السيارة، لما نركب السيارة منكون عم نحضر حالنا يوميا، عم نحط حالنا بريسك إنه يصير معنا حادث أو يبنشر عجل. فالسيارة شو فيها لحتى تحمينا من هذا الاشي؟ فيها عجل سبير، تمام؟ السيارة شو كمان فيها؟ فيها الإيرباك اللي بتطلع لحتى تحمينا من إنه نخبط بالداش. شو كمان فيها؟ الشرطة موجودين لحتى يحافظوا على سلامة الوطن، تمام؟ بس الشرطي كمان معه مسدس، معه فرد. ليه؟ لأنه إذا احتاجه في أكسيدنت بتصير ممكن يحتاجه، بس الشرطة موجودين للأمان والسلام. هل الفرد يرمز للأمان؟ لا، الفرد بيخوف، تمام؟ إذا الفرد ما بيرمز للأمان ليه موجود؟ للإحتياط، الإحتياط واجب. شو كمان؟ اللي الفاير فايترز اللي بيروح بيطفوا الحريق، عارفين هم مهمتهم وتدريبهم وكل تعليمهم كل حياتهم يروح يفوتوا على بيت عم بينحرق، ولا يفوتوا على مكان عم بينحرق ويطفوا هذا الحريق. بس شو بيروحوا لابسين وشو بيروحوا معهم؟ في معهم احتياط، في لابسين اللبس اللي تقيل بحميهم من الحريق، لابس معهم الطفاية هاي الكبيرة اللي بيحملوها على ظهرهم، معهم الأكسجين ماسك، ومعهم تراك برا بتضخ المي. الاحتياط واجب. شو كمان؟ بدنا نعمل سكاي دايفنج. انسوا سكاي دايفنج، سكاي دايفنج بيروح الواحد حتى يموت من الطيارة. ركبنا طيارة، قبل ما تقلع الطيارة المضيفين شو بيروحوا بيعملوا؟ بيعملوا لنا البرزنتيشن هذا عن سلامتكم بالطيارة. شو تعملوا لما الطيارة لو الطيارة صار فيها شيء غلط، صار فيها خطأ فني بالانجن، شو تعملوا؟ بيحكوكم نزل راسكم، اعملوا هيك بنجليكم وتمسكوا منيح. وبعد هيك شو بصير؟ كمان بيعلموكم عن السلايد السحسلة اللي بتنتفخ بالبحر، وتلبسوا الفاست والأكسجين ماسك. أشياء إحنا منحسها إكستريم، مو بحاجتها. شو كل إيش وإيش لنسمع عن طيارة وقعت، تمام؟ الاحتياط واجب، لأنه الدنيا مكونة. هلأ أنا بكندا for example، إذا بتشوفوا الدنيا بتمطر وغيوم وكآبة، فمش دايما sunshine ومش دايما الشمس مشرقة كل مكان، تمام؟ فلهذا السبب لازم نكون محضرين. كتير خطأ الاكسبكتيشن تبعكم تفوتوا على هذا البزنس متوقعين النجاح من أول يوم. أوكي، ممكن الواحد يصير له داون بعدين يرجع، بعدين يصير داون بعدين يرجع، بس التوقعات لازم تكون أعلى من هيك. التوقعات لازم أكون متوقعة أني ما أنجح لحد ما أنكسر. هذا هو التوقع الصح لما تفوتوا على هذا البزنس. Expectations، yes.
لازم اكون متوقعه لما اسجل لهذا البزنس، او يوم ما انتم تفوتوا، يمكن تفوتوا ككاستمر وحابين يوم من الايام تبلشوا النتورك ماركتينج، بدي احكي لكم من هلا اذا انتم ما بلشتوا النتورك ماركتينج من اليوم افهموا انه انتم ما رح تنجحوا الا لما تنكسروا، ولو نجحتوا قبل ما تنكسروا الكسره جاي بس متاخر شوي. حطوا حالكم، عم بحكيكم يا هاي لسلامتكم، لأنه مش بس بهذا البزنس، ما عم بحكي هذا الشيء بس بالبزنس، كمان بالتريدينج بالطبع، مش بس بالتريدينج، بحياتنا الاجتماعية ومع باقي الناس. كيف منحضر حالنا بهيك شيء؟ بدي اياكم، وكمان شوي بدي أحمد نفتح الشات for one second. بتفكروا معي باليابان. اليابان هي من أكتر البلدان اللي هي متطورة هاي بحياتنا اللي هلا، حياتنا بهذا الكوكب اليابان من اكثر البلاد المتطوره. تمام، شو بصير باليابان عاده كل سنه؟ شو بصير عاده باليابان كل سنه؟ زلزال. زلزال كلنا عارفين اليابان بضربها زلازل، سونامي كمان نتيجه عن الزلازل اللي بتصير، كلنا عارفين. اليابان فيها تكنولوجيا، فيها روبوت، فيها AI، فيها عمارات، فيها اختراعات عمرنا ما وصلت لسه، ما وصلت أمريكا. تخيلوا باليابان لسه ما وصلت أمريكا اللي هي أساس التوب الكوكب ملك الكرة الأرضية، مين حطهم هناك. بس المهم ما وصلت أمريكا، ما وصلت كندا، ما وصلت بلادنا العربية، ما وصلت دبي. حتى دبي بنشوف فيها أشياء كتير حلوة، بس اليابان أكتر بلد بتاخذ ضربات زلازل وتسونامي وهدات أرضية وهزات، بس بتضلها تكبر وتكبر وتكبر. وشو بتعمل؟ هل البلد اللي بيصير فيه زلزال عادة بنقول خلص ما بنسكن فيه، تمام؟ أو لو بدنا نسكن فيه بدنا نعمل بيت هيك زي الكوخ، إشي بسيط لحتى عارفين إنه رح يرجع ينهد. الأساس ضعيف، هاي المنتاليتي اليابانيين عدوها، ما عندهم إياها. صاروا يخترعوا اختراعات وبنية تحتية للأرض وللعمارات وللإنترنت وللكهرباء وللمي ما بتنهد أو سهل تصليحها. ما بعرف إذا بتتذكروا برنامج خواطر، يعني يجي برمضان، تذكروا برنامج خواطر اللي هو مع النقف متفرقين نصفت. هاي بنمشي فيها عنا بجي سي. برنامج خواطر عمل حلقة عن اليابان، كان بيروح وبيشوف السيستم التعليم والمدارس والجامعات وهيك، وشاف كمان شركات البنى كيف كانوا يعملوا البنية التحتية للبلد، وكيف تأثير الهزات. حتى بتذكر إنه أول مرة بحياتي بشوف تريننج لكيف تتعامل بهزة أرضية شفته من برنامج خواطر، لأنه كان في ديمونستريشن عن اليابان. اليابان إحنا لازم نكون مثل اليابان. لما يصيبنا زلزال، لما يصيبنا زلزال بدي اياكم تكونوا عارفين انه احنا ما حنبني كوخ خفيف وصغير لانه عارفين انه حينهد مره ثانيه، حنضلنا نعيد نفس الموال كل سنه، ولا حننقل من المنطقه كلها، حنضلنا موجودين. حنضلنا موجودين على اساس شو؟ على اساس نضلنا نطور البنيه التحتيه تاعتنا، الفاونديشن تبعنا، ونبني اعلى عمارات الدنيا، اعلى عمارات البلدان كلها بأقوى بنية ولا زلزال ممكن يهدها. العمارات by the way الطويلة وين ما تروحوا، I think أكتر شيء هاي التكنولوجيا طلعت من اليابان. العمارة كل ما طلعت بالطول كل ما فوق معمولة لحتى تهز، معمولة لحتى تميل مع الهواء. هلأ for example في شفت كم فيديو انشهر هون بتورونتو بكندا، صارت عاصفة كتير كبيرة والناس مصورة البانيو بالحمام عفواً مليان مي، وعم المي مثل بتلوح يمين شمال يمين شمال، ما فيش اشي برا، ما فيش زلزال، في عاصفة برا. العمارة ما منحس فيها، بس لما نكون بالطوابق العالية، ركان for example، ركان خليفة طابق جدا عالي جدا، يعني هو الطابق قبل الأخير بعمارته، يمكن ما بيحس بس الطابق تبعه عم يتحرك. الطابق رقم 65، الطابق طبعا عم يتحرك،
تمام؟ فالأساس تبع هاي العمارة معمولة لحتى تميل مع الهواء. إحنا كمان بدنا نكون معمولين لحتى نميل مع الأجواء اللي عم بتصير معنا بمجتمعنا، مع الأشياء اللي عم بت... لما إجا كورونا فور إكزامبل، لما إجا كورونا قبل شوي كنت على كول مع ريك روبري بالجلوبال كول تبعته، كان معي مجد وعلاء على هاي المكالمة، كان عم يحكي لنا، كان عم يسألني كيف عم نحكي عن كيف كانت طبيعة عملنا بالشغل قبل كورونا وكيف صارت بعد كورونا. قبل كورونا قلت له ريك احنا قبل كورونا كنا بس عم وين ما نقدر نسوق هناك نعمل لونش، بس وين ما نقدر نسوق هناك نعمل لونش. إذا قادرة أسوق للمدينة اللي جنبي بعد 20 دقيقة ولا حتى ساعة ولا ساعتين أنا قادرة أعمل تيم هناك. ما حدا كان متوقع إنه إحنا نقدر نعمل لونش لكونتيننتس، لأوروبا، لأفريقيا، لآسيا، لأستراليا. ما كنا عارفين إنه مش بس على مستوى بلاد، صرنا إحنا خلص الكوكب كامل بإيدنا على الزوم هون، حتى بيجينا النوتيفيكيشنز على الابل واتش اذا لابسينها، الكوكب بايدكم. متخيلين هذا الاشي؟ متخيلين هذا الاشي؟ فقوتنا شو بدها تكون؟ قوتنا شو بدي اياكم افتح الشات احمد for everyone، I'll open it. بدي اياكم تكتبوا بالتشات وتهزو، and if you want to post it على social media post it، بس هلا go crazy بالتشات، اكتبوا لي قوتنا 8 ريختر. 8 ريختر. لو بدها تيجي زلزال قوتها 8 ريختر ولا 8 ولا 9 ريختر ولا 10 ريختر، قوتنا أعلى من هيك بكتير. ريختر هي وحدة القياس لقوة الزلزال أو السونامي. شو هي قوة الزلزال اللي ممكن يصيبكم أنتوا بالبزنس يهزكم؟ شو اللي ممكن يدمركم ما ترجعوا على هاي المنطقة وتبنوا فيها؟ 1000 ريختر ولا إشي؟ ما بيهزنا إشي؟ تريليون؟ nothing. خراب الأساس يا جبل ما يهزك ريح. قوتنا 8 ريختر ولا حتى الموت. 200 ريختر. شو قوة الريختر اللي ممكن يسبب هزة بالبزنس تبعكم؟ إذا ضليت عايش بحكي لك، شوف لك. إذا ضليت عايش بحكي لك، جايتكم بالمنتاليتي هاي، جايتكم بالمنتاليتي هاي. لهيك بحكي لكم إحنا مو بشر طبيعيين. لما أحكي لكم إنه إحنا مو بشر طبيعيين، فيش ولا إنسان طبيعي عقله سليم ممكن يفوت على هذا البزنس يشوف هزات ريختر اللي 1000 ريختر ويقول أنا باقي هون. الطبيعي بيحمل أغراضه، بيحمل عيلته، كل مسؤولياته، وبيروح بيسافر بيأسس حياته في مكان آمن، بيأسس حياته في بلد تاني. ليه قاعدين باليابان إحنا؟ ليه قاعدين بإندونيسيا؟ ليه قاعدين بهاي البلدان؟ شو جابنا هون؟ لأنه we believe we are the number one team. فش لا هزة أرضية، لا زلزال، ولا تسونامي ممكن يزيح، ولا شيء. فلما أحكي لكم ريختر، إيش هي النقطة الشغلة اللي ممكن تسبب نزولكم بهذا البزنس وما ترجعوا تطلعوا؟ لأنه مش قوتكم ما بتنقاس بكم مرة أنتوا تحملتوا الضربة، قوتكم بتنقاس بكم مرة أنتوا رجعتوا وقفتوا على رجلكم، كم مرة رجعتوا قمتوا، ولما قمتوا بنيتوا كوخ صغير ولا عملتوا إعادة تأسيس للبلد، للبنية التحتية تبع فريقكم. إعادة التأسيس اللي بيجي عن طريق الإدوكيشن، التعليم، تمام؟ التعليم. إعادة التأسيس اللي بتيجي عن طريق الكتب، اللي عم يكتب نوتس هلا، كمان اللي ما بيقرأ كتب أو بسمع فيديوز. هاي كل ما تيجي ضربة، كل ما تيجي ضربة ريختر، هذا الحكي اللي لازمكم لحتى ترجعوا توقفوا على رجليكم وزيادة وترفعوا معكم الفريق. ما ترجع هدكم تحت الصفر، ترجعوش للصفر يا عمي،
تأكدوا انكم تقوموا واحد فوق الصفر واثنين فوق الصفر وثلاثة فوق الصفر، رجعتكم تحت الصفر make sure اذا وصلتوا ثلاثة فوق الصفر اخر مرة توصلوا ستة المرة الجاي. هاي العقلية اللي لازم تنام، هاي العقلية المنتاليتي تاعت نغلب رختر. فاللي بدي احكي لكم اياه كمان، حدا سألني قراءة الكتب إشي ضروري؟ يس. واللي بيجي بيحكي لي أنا ما بحب أقرأ، أنا ما بحب القراءة، أنا مو تبع القراءة، مو تبع كتب، أنتم متوقعين إنه في حدا ناجح في الدنيا أصلاً كلهم حبوا القراءة؟ متوقعين إنه كانوا بيحبوا القراءة أصلاً؟ غصب عنهم. واي أنا هلا لو فور إكزامبل بدي أفتح على جوجل وبدي أدور شو عادات أكثر الناس الناجحة في الحياة بالعالم كله، أكثر الناس الأغنياء بالعالم كله وأكثر الناس الناجحة بالعالم كله، حيقولي بصحوا الساعة 5 الصبح، عندهم روتين الساعة أول ما يصحوا لمدة ساعة بيعملوا جورنالينج، بيكتبوا بدفاترهم أفكارهم أهدافهم الفيجن الميشن الجولز الفاليوز، بكتبوا الواي تبعهم، بحمدوا ربهم كتير، عندهم الجراتيتود، عندهم الشكر والامتنان للي للفرصة اللي عندهم اياها، عندهم يس الاستمرارية، شو كمان عندهم؟ الثقافة العلم. أول كلمة أول آية نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شو كانت؟ اقرأ. بس أحكي لكم ليه إحنا مو طبيعيين، إحنا بسمونا أمة اقرأ. اقرأ وحكاها جبريل عليه السلام 3 مرات، اقرأ حكى له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. إحنا دورنا بالمجتمع شو بنحكي العالم؟ تعلموا، فوتوا، جربوا، شوفوا. هم مش بيقولوا لنا لا لا لا، حيجي يوم وحيقرأوا، حيجي يوم وحيفتحوا، حيجي يوم وحينضموا، حيشوفوا اللي احنا تعلمناه. فاهمين علي شو الموضوع؟ لما احكي لكم انه احنا سوبر هيومنز مش هيومنز عاديين، لانه احنا عندنا ميشن نازل موجود فينا بالفطره. لما اجي احكي لكم ان احنا كلنا انجذبنا لهاي المكالمه، انجذبنا لفريق جي سي لانه هي موجوده عندنا بالفطره، عارفين انها موجوده. بس حتى رسول صلى الله عليه وسلم حكى ما انا بقارئ، لحد ما يوم الايام فتح عقله للمعجزه اللي هو فيها، حكى وقرأ وعلم الامه، وصلنا احنا من امه اقرا. فدورنا واجبنا وفطرتنا انه احنا نعلم غيرنا ونضلنا نقرأ. كيف بدنا نعلم بدون ما نقرأ؟ فتحكوا لي ما بحب الكتب، حتى رسول ما كان يحب الكتب، بس كلنا لازم نقرأ. هلأ إحنا حدا بعت لي هلأ نحن عم نتشبه بالرسول، شوفوا كلنا بشر، والرسول نبعت لنا رسول لمسج رسالة ليبعت رسالة، وإحنا كل شيء بنعمله على حسب السنة وعلى حسب الديانة اللي هو ورجانا إياها وكان هو قائد فيها ليدر فيها، تمام؟ فلازم إحنا ناخد هاي الخطوات. إذا هو ما قدر يقرأ بالبداية تعلم، وإحنا ما كنا عارفين فمنتعلم، في شغلة مو عارفين ما عندنا الجواب لإلها منتعلم. مش هاي هي أول رسالة نزلت علينا من أمه؟ تمام. بدنا نشوف حالنا احنا كجنود بمعركة. الجنود الجندي لما يطلق لما يروح على المعركة ايش عقليته بتكون؟ لما الجندي يروح على هاي المعركة عقليته هاي الجندي بيكون اكيد في خوف، بس بيكون يا اما انا رح افوز يا اما حموت. الانسحاب ممنوع، fight or die، يس yes. رايح يا يفوز يا يموت، يعني we win or we die trying، النجاح أو الموت بالمحاولة، تمام؟ لما أحكي لكم إحنا كمان we're superhumans، ما في إنسان طبيعي
بفكر انه انا فايت على بزنس ممكن اموت فيه، ممكن انجح فيه، بس حضلني احاول لحد ما اموت. في انسان طبيعي بيحكي هيك؟ اكتبوا لي بالشات، في انسان بيحكي طبيعي هيك؟ في انسان طبيعي بيحكي هيك؟ ليش؟ في حدا سألني ليش ما تنجح؟ احكي لكم ليش ما بنجح. الطريقة الوحيدة اللي ممكن ما تنجح فيها هو انكم تبطلوا تحاولوا. انا جربت وفشلت، تمام؟ وتركت. هل انا ناجحة ولا فاشلة؟ فاشلة. انا جربت وفشلت وقمت وجربت. هل انا ناجحة ولا فاشلة؟ لا، مش ناجحة ولا فاشلة، لسه عم بحاول. فشو احسن؟ اني اجرب وافشل واقوم وجرب وافشل واقوم وجرب وافشل واقوم. وضلني اتذكر انه البنيه التحتيه بتاعت اليابان ما انبنت لما رجعوا بنوا اكواخ صغيره، انبنت لما اعادوا تاسيس البنيه التحتيه. وضلني اعيد بتاسيسي واعيد بتاسيسي واعيد بتاسيسي واعيد بتاسيسي لحد ما افوز. فليش الواحد ما ينجح؟ بنجح لانه وقف المحاولات. ولما الواحد يوقف المحاولات برجع لوين؟ لما كان ما اجى، او يمكن اسوأ. ليش اسوأ؟ لان الناس اللي حواليه حتقول له احنا قلنا لك ما تجرب، هيك نضحك عليك ورجعت. تعرفوا كم حدا حكى عني انتصب عليكي، تنصب على العالم، تضحك عليهم، ينضحك عليكي، انتوا عاملين لكم غسيل دماغ. امي حكت لي انت ما عمل لك غسيل دماغ، ترديش عليهم. هدول لما نحضر فيديو لشغله، حدا موتيفيشنال سبيكر او حدا بيحفز او حدا كتير في فيديوز، يعني فور اكزامبل جاري في، برادلي، مين كمان في، فايشل، نسيت شو اسمه، فايشل إشي شارما or something، هدول بحضر لهم دائما. ولما احضر لهم الفيديوز تاعونهم بكون خلص كتير متحمسة وداخل بالجو وقاعدة على الموبايل وقاعدة على اللابتوب وياس، مرات بدمع ومرات كتير بفوت بالموضوع ستيف هارفي، ياس كتير كتير يعني خلص بحس معاهم انه انا منتم بالفطرة. في شيء، في شيء انتو حركتوا فيه اشي. امي بتطلع علي ولا ابوي بتطلع علي بيقولوا لي بيقولوا لي هدول الناس ليش بتتبعيهم؟ هدول الناس معمول لهم غسيل اموال، عم بيضحكوا بيلعبوا في عقلك. عم خليهم بيلعبوا بعقلي، انا مبسوطة، شو بدكم؟ خليهم يلعبوا بعقلي. انا شايف الدنيا ورديه بسببهم، بسبب الحكي والتحفيز تبعهم والموتيف البوش تبعتهم، الطاقه تاعتهم. تعبت من الحياه الطبيعيه. اذا هم معملهم غسيل دماغ، انا بدي ينعمل غسيل دماغ، لانه حياتهم انا شايفتها احلى من حياتي. طريقه تفكيرهم، نظرتهم للدنيا احلى من حياتي انا. اذا هم معملهم غسيل دماغ، انا بدي اكون معمول لي غسيل دماغ. وضلتني احكي لهم هذا الشيء، بلاش ما يجروك. امي طلعت لي مقال، اذا بوصل هذا الحكي لامي حتطخني، بس امي طلعت لي مقال مره تحكي لي. مين بيعرف هون قانون الجذب؟ مين بيعرف قانون الجذب؟ تعرف قانون الجذب؟ قانون الجذب اللي هو الواحد ما يلحق، ما يركض ورا شغله، بس يتقمص كل الصفات اللي بتخليه شخص يجذب هاي الشغله. فور اكزامبل بدكم انكم فور اكزامبل بتدوروا على حدا تتجوزوه فيه صفات 1 2 3، يكون انت 1 2 3. سمبل. بدكم فريق بيشتغل بقوه 1 2 3، انتوا بدكم تشتغلوا قبلهم بقوه 1 2 3. سمبل. This is the law of attraction. هلا لها علم ولها يعني more rules to it لحتى فعلا تدخلوها بحياتكم بطريقة، تسكتوها بحياتكم كلايفستايل. وهاي شغلة أنا اشتغلت عليها بطريقة خيالية، وهلأ فيني أحكي لكم إنه I mastered the law of attraction. ما ممكن أعملكم مكالمة عليها later on، بس I mastered the law of attraction. إلها علم، مش بس يعني هاي definition، بس إلها علم deep deep deep. The law of attraction، ماما طلعت لي مقال عنه ولا فيديو، بعثت لي مدته يمكن 24 دقيقة على الواتساب، بعثت لي تحكي لي الفيديو بما معناه انه اللو اوف اتراكشن اخترعوه الناس الملحدين، مش بس الملحدين، اللي ضد الدين،
واللي بس بيآمنوا إنه الكوكب اليونيفرس هي عبارة عن ذبذبات، اللي هي عبارة عن يس كل شيء energy right، كله atoms، كل الذرات اللي بتتحرك بتكوننا. المهم بيآمنوا بالذبذبات، ما بيآمنوا بربنا، وإنه الذبذبات هاي إذا تعلمنا law of attraction، ما بعرف الفيديو كيف لف ودار وأقنعها، بس إنه law of attraction تقنع، بتخلي الواحد ذبذبته تكفر. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ماما ماما شو جوك؟ إيش جوك؟ شو بدي أحكي لها؟ ما تحضري هاي الفيديو غسيل الدماغ لأنه حتكفري. استغفر الله العظيم، مو عارفة يعني لليوم مو قادرة أربط شو هي، شو حست من هذا الفيديو، ولا بدي أربطه ولا بدي أفهمه. بس هم أكيد بيخافوا علي، بيخافوا على أولادهم من القصص اللي هم مش فاهمينها. يعني هم بس بيقدروا يعلمونا، أهلنا بس بيقدروا يعلمونا الأشياء اللي هم فاهمينها. أي شيء مش فاهمينه أو برا هذا النطاق، لا لا لا، ابعدوه عن أولادي، ابعدوه ابعدوه ابعدوه. وبلاش ما you know law of attraction تاخدكم على كوكب آخر. بس law of attraction المانيفستينج اللي قانون الجذب، قانون الجذب. ولما نسمع من هدول السبيكرز الموتيفيشنال سبيكرز اللي بيحكوا لنا عن الموتيفيشن، في كتير ناس بتطلع على هاي الناس اللي بتعمل موتيفيشن للناس، اللي بتطلع بالفيديوز وبتحمس لما تروحوا على ايفنت او تحضروا كول، فعلا بتحرك مشاعركم، تعطيكم الطاقه، وتروحوا على هذا الايفنت او تطلعوا من هاي الغرفه او تطلعوا من هاي الكول وحاسين بالانرجي انه انا هلا بدي ارتب حياتي، وبتفتحوا اي كتاب قدامكم وتبلشوا تكتبوا وتبلشوا تفكروا، ولا بدكم تقوموا تضبوا غرفه. مين اجى على باله يضب غرفته الساعه 3 بالليل بدون سبب؟ مين احكولي. انا بسويها، انا سويتها امبارح روحت الساعه 5 الصبح، كنا قاعدين عند ركان انا وكم ليدر عم نخطط لايفنت اتندمك اللي بفيغاس، روحت وضبيت غرفتي، نمت 3 ساعات لانه كان عندي كول الصبح. ليه؟ خلص جبتني هاي الالهام، في الهام اجا زالي الهام. فأهم شيء هذا الالهام اللي بتحسوه والانرجي اللي بتحسوه، ما تحسوا انه هو مؤقت. انا برمجوني اهلي وبرمجتني المدرسه انه هذا شيء مؤقت، عادي انت انسانه حساسه، انت سنسيتيف، فممكن هذا الموتيفيشن اللي حسيتيه حيروح، بس الشيء الناتشرال ستيت، الشيء الستيت الطبيعيه تاعتك، هو انك بس يكون عندك سيستم وروتين وتمشي عليه، وكل يوم سوي نفس الشيء. ليه؟ لانه ممكن تقدري تتركي وظيفتك على العمر ال 65 سنه، ويكون عندك عيله، ويكون اسستي عندك اولاد واحفاد، ويصيروا هم يديروا بالهم عليكي، ولا جوزك يدير باله عليك. مش هيك احنا الدنيا بيحضرونا؟ هيك بيحضرونا، بيحضرونا انه انتو الروتين تبعكم هو الاساس، السيستم تبعكم هو الاساس، والموتيفيشن والشعور بالحماس اللي بتحسوا فيه هذا مؤقت. طب انا فكرت فيها لما رحت على اول ايفنت الي لجيم تشينجرز، اول ايفنت حضرت فيه لركان حكى عن اي جينيوس والبرودكتس كل شيء، ما فهمت ولا كلمه حكى. تيست رياضيات ما بفهمش، قاعد احكوا لي فوركس وفوركس وسبورت ريزيستنس واس كي وكريبتو، ما بفهم. انا شايفه ناس عم تطلع على الستيج عم تحكي انه هم عملوا مصاري اونلاين، وأنا مو فاهمة كيف أعمل مصاري أونلاين، بس في كلام انحكى وفي طاقة بالغرفة أعطتني موتيفيشن، حسستني لازم تعملي شيء بحياتك. طب ليه أنت مش فاهمة وأنت مش بتاعت أرقام ومش بتاعت مات ومش بتاعت حسبة ومصاري وأبصر شو؟ لقي شغلة تانية، بس عندي موتيفيشن كان. فبلشت أدور أونلاين، دورت على كذا حل، ودورت ولقيت اشياء فعلا ممكن تزبط، بزنس ايدياز ممكن تزبط، وشفت صحباتي عملوها كمان ونجحوا فيها وعملوا مصاري وصاروا بزنس وومن. بس انا شو اللي حسيته اكثر شيء؟ الشعور بالموتيفيشن حسيته بهاي الغرفه. فرجعت قابلت ركان، ورجعت على كمان ميتينج، ورجعت على ميتينج بعديها، ضليتني متعطشه لهذا الشعور، خليته هو النيو نورمال تبعي،
النورمال تبعي بطل هو الروتين وبطل هو السيستم، النيو نورمال تبعي انه دائما اكون متحمسه حتى اني اقدر احمس غيري، تمام؟ والاب نورمال اللي بخليني مش انسانه طبيعيه انه متحمسه وقت ما يجي زلزال وطو 10 رختر، متحمسه في الموتيفيشن لانه عارفه انه اول ما يعدي هذا الزلزال واول ما تعدي هاي الظروف فانا حرجع اقوى من اول، عملت اعاده تاسيس للبنيه التحتيه وقويت كشخص وقوينا كفريق وقوينا كجي سي، تمام؟ اخر مره، اخر مره قبل ما نختم هاي المكالمه ونروح على the next